السلام عليكم. النهارده هنتكلم عن هرمون مهم جدا، خصوصا عند سيدات وبنات كتير قوي سالوني عليه. عايزين نعرف كل حاجه بخصوصه، ايه اهميته، امتى يقل وامتى يزيد عن المعدل الطبيعي، وايه اعراض الخلل فيه سواء بالزياده او النقصان عن المعدل الطبيعي. هنتكلم عن هرمون الاستروجين او هرمون الانوثه. تابعوا الحلقه الاخيره عشان نفهم مع بعض كل حاجه بطريقه مختصره زي ما تعودنا. معاكم سليل بيار، استشاري تحاليل طبية. اللي لسه مش عارفني، لو لسه أول مرة تتابعنا، اشترك بالقناة عشان دايما تستفاد بكل الفيديوهات اللي بتنزل بخصوص الصحة العامة والتحاليل الطبية. زي ما اتفقنا هنتكلم النهاردة عن الاستروجين. بيفرز منين هرمون الاستروجين أو اللي احنا بنسميه هرمون الأنوثة؟ بس ثانية واحدة كده قبل ما أقولكم، هو احنا بنقول هرمون الأنوثة يعني كده مش موجود إلا في السيدات بس او في اي انثى؟ لا، موجود فيه منه نسبه في الرجاله، بس موجود بنسبه ضعيفه كده، زي ما احنا عندنا هرمون برضو التستوستيرون بتاع الرجاله او اللي احنا بنسميه هرمون الذكوره، بس في الطبيعي ان هو يبقى موجود بنسبه بسيطه. طيب دلوقتي لما نكون عايزين نعرف اول حاجه هو بيفرز منين، بيفرز بالنسبه الاكبر بتاعته من المبايض، ونسبه منه بتفرز من المشيمه اثناء فتره الحمل، وكمان تفرز منه نسبة من الغدة الكظرية. طيب ايه اهمية بقى الاستروجين ده في جسمنا؟ ربنا خلقه ليه وبنسبة معينة منظمة كده مختلفة على مدار ايام الشهر، ان كانت قبل التبويض ولا اثناء التبويض ولا بعده، وان كان سن المرأة قبل مرحلة انقطاع التمس ولا بعدها اللي احنا بنسميها مرحلة البوستمنوبوز؟ هو ليه اصلا ربنا خلقه في جسمنا؟ له اهميه كبيره جدا في ان احنا بنقول هو اسمه هرمون الانوثه، يبقى هو بيساعد على ظهور الصفات والملامح الانثويه. الاستروجين بيساعد على تنظيم الحيض، هرمون الاستروجين هو اللي بيساعد على اتساع الحوض. طيب ايه فايدته كمان؟ مهم جدا لصحه القلب والعضلات والعظام، ومهم كمان للصحه الانجابيه. يعني ايه؟ يعني يساعد في حدوث الحمل. طيب احنا بنقول ان هو بيختلف مستواه على مدار الشهر وعلى حسب سن المرأة او السيدة وان كانت حامل ولا لا كمان. ليه؟ لان هو بيكون في اعلى مستوياته اثناء فترة البرد، وفي اعلى مستوياته كمان اثناء فترة الحمل، انما بيكون في اقل مستوى له في فترة ما بعد انقطاع التمس. طيب هل لو هو زاد او قل شوية عن المعدل الطبيعي هيسبب اعراض معينة ومشاكل؟ اكيد طبعا. قبل ما نعرف ايه الاعراض بتاعة الزيادة، ايه هي اهم الاسباب بتاعة الزيادة بتاعته اصلا عن المعدل الطبيعي، بنبص نلاقيه بيزيد في حالة لو فيه مشكلة في المبيض. اول ما يبقى فيه مشكلة في الاوفري في المبايض، طبعا عشان النسبة الاكبر منه بتفرز منه، هيبدأ يأثر عليه وهيسبب انخفاض له. طيب لو بنتكلم في انخفاضه بسبب المبيض، ممكن يكون في اسباب تانية، ممكن يكون لو في خلل في الغدة الدرقية ممكن ينخفض زي ما اتفقنا. لو احنا بقينا خلاص قربنا على الفترة بتاعت انقطاع التمس او اثناء فترة انقطاع التمس عند السيدة، ممكن كمان ينخفض لو في ارتفاع بقى في هرمون تاني زي هرمون البروجسترون. المشكلة كمان ان ممكن ينخفض بسبب عوامل وراثية. طب الانخفاض ده بيسبب اعراض ايه بقى؟ هنبدا نتكلم عن اعراض الانخفاض. اول حاجه هيبدا يعمل خلل في الحيض وعدم انتظام فيها، ممكن يسبب انقطاع للطمس كمان ما نبقاش عارفين سببه ايه في غير ما عاد انقطاعه اصلا. المشكله ان هيبدا ياثر على حدوث الحمل والانجاب بطريقه ممكن تسبب حتى حدوث عقم. المشكله كمان ان هو ممكن يسبب جفاف في المهبل مجرد ما ينخفض على المعدل الطبيعي، ممكن يسبب زياده في الوزن واحتباس سوائل في الجسم. طيب ممكن يعمل ايه كمان؟ بديهي كده، احنا لسه بنقول هو مهم جدا للعظم، فمجرد ما هيقل هيبدا يحصل مشكله في العظم والام وضعف فيها، ممكن يسبب هشاشه العظام. عشان كده دايما السيدات برضو لما بتوصل لمرحله انقطاع التمس بتبقى عرضة اكتر لهشاشة العظام بسبب نقص الاستروجين.
طيب المشكلة ان زي ما احنا بنقول ان هو بيأثر على حاجات كتير جدا، من ضمنها حتى كمان ان هو ممكن يسبب اجهاض ما يبقاش معروف سببه. طيب كل الحاجات دي بتبقى اعراض او نتائج لانخفاضه. طب امال بقى لو زاد شوية عن المعدل الطبيعي هيبقى فيه مشكلة برضو عن الزيادة؟ اكيد طبعا. مشكلة ان الاستروجين لما بيزيد عن المعدل الطبيعي ان هو يبقى فيه فرط استجابة من الخلايا للزيادة دي. ازاي؟ ان ممكن يحصل استجابة بزيادة من خلايا الرحم ومن المشيمة، فنبص نلاقي ممكن يحصل اورام ليفية، ممكن تحصل على سطح بتاع الرحم او حتى في التجويف الداخلي، ممكن يحصل زي تسلب كده وتورم في الثديين، وفي نفس الوقت ممكن يحصل كتل ليفية، ممكن يحصل ايه ربنا يعافينا بريست كانسر بسبب زيادته كتير عن المستوى الطبيعي. طيب المشكلة كمان ان هيبدأ يحصل عدم انتظام في الحيض، هيبدأ يحصل كم عرض كده متشابه مع اعراض الانخفاض بتاعت نسبته، زي ما قلنا عدم انتظام الحيض، وفي نفس الوقت التقلبات المزاجية، وممكن يحصل مشاكل في الوزن. المشكلة كمان ان زيادته هتعمل صداع، وفي نفس الوقت هتعمل شعور بالإرهاق، فهتبقى مشكلة كبيرة جدا لازم نحلها، ولازم متابعة مع الطبيب المختص، ولازم على طول نحاول نخلي الاستروجين في المستوى الطبيعي. لو أقل الدكتور بيدي علاج بهرمون تعويضي، أدوية تعويضية، وممكن كمان ينصح ببعض الأكلات كده اللي ترفع الاستروجين شوية جنب العلاج، وفي نفس الوقت الزيادة لازم تتعالج برضو بحيث انها ما تزيدش اكتر من كده، ونعالج الخلل اول باول. بكده نكون خلصنا كل تفاصيل الاستروجين. اللي له اي سؤال يكتبه لي في كومنت تحت، وتفاعلوا معايا عشان اعرف ان الحلقة عجبتكم. ما تنسيش اللايك والشير، ما تنسوش تتابعونا دايما على الانستجرام كمان بتاع معمل سالي لاب، وصفحتنا على الفيسبوك صفحة معمل سالي لاب للتحاليل الطبية. بيهمني دعمكم جدا، بيهمني ارائكم. اللي له اي اقتراح حتى كمان يسيبولي. دمتم في صحة وسعادة. سلام عليكم.